يعني أنا أقدر أصرح لكم أن أم محمد في جانب أنتم ما تعرفون. أم محمد مو راعية الرنجينة، أم محمد محاربة من نوع آخر، أم محمد محاربة سرطان، محاربة سرطان. يعني يمكن هذا شيء خبر أنتم توكم تعرفونه. إحنا لو كنا حابين نجذب الجانب العاطفي إلى الناس وإلى الشعب كنا قلنا من البداية، كان ولدها تكلم عنه، بس أم محمد ما حبت هذا الشيء. أم محمد أصلاً فتحت هذا الحساب لما بدأت تتعافى من مرحلة علاج صعبة مرت فيها، فكسرة الخاطر اللي مرت فيها كان فيها جانب نفسي عميق جداً إحنا القريبين منها تلمسناه، والعامة ما كانت تعرف عنه على أساس أن هذا جانب شخصي وجانب فيه عاطفة إحنا ما حبينا نثيره. نشكر الفزعة العظيمة من الجميع ونقول لكم أن محمد أم محمد تحتاج دعواتكم اليوم. أم محمد مقبلة على عملية، أم محمد في رحلة علاج ما انتهت، أم محمد تتعافى من سرطان هي تحاربة من سنوات، فكسرة خاطرها كانت كبيرة عند ولدها. هذه الفزعة أنتوا عرفتوها ظاهريا، بس من الداخل مو الكل يعرفها. يمكن هذا تصريح مني أني، يمكن أم محمد ما صرحت فيه ويمكن ما تبغى تصرح فيه. طبعا شعب البحرين معروف، مو شيء جديد عليه، يعني هذا الشيء مو جديد. مجرد يسمعون موضوع فيه مو شيء عاطفي، شيء من باب إنسانية، الكل يوقف. ومو بس شعب البحرين هالمرة، انصدمت إنه خليج، يعني مشاهير خليجيين ممثلين لهم كل التقدير والاحترام، ف ما في شيء يوفي يعني كلمات الشكر فيهم. يعني في ناس يمكن فكرت الموضوع في تعاطف، كسب تعاطف، يعني الشعب ان احنا نتعاطف مع ام محمد، بس احنا ما كان هذا هدفنا ولا هدف ام محمد اصلا من الحساب جمع فلورز وجمع اعداد على اساس انها ممكن تستفيد او تسوق الى رنجينتها اصلا. يمكن الهدف المادي اخر شيء كانت تفكر فيه ام محمد. ام محمد اللي انتون شعب البحرين وقفتون وفزعتون، وصلنا اليوم الى تقريبا 100,000 متابع من داخل البحرين وبرا البحرين.